يسعد صباحكم ومن جدد التحية مشاهدينا مجددا، ننضم لكم مباشرة مرة أخرى من استوديوهات حديث الصباح في رام الله لنكمل هذا المشوار الصباحي. أكيد منحيي كل من بيشاهدنا أيضا على البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لأن مشاهدينا خلونا نتوقف للحديث عن قصة لمغترب فلسطيني ورحلة من المبادرات اللي قام فيها لخلق فرص عمل لطلبة فلسطينيين عن طريق منح قدمها لهم. خلونا نرحب مع بعض بالأستاذ وليد مزيت المدير التنفيذي لمؤسسة ريتش لأجل خصيصا من الولايات المتحدة من أجل تنفيذ هذه المبادرات. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أستاذ وليد. أهلا وسهلا. في البداية بتحكي لنا فكرة هاي المبادرات ومن وين انبثقت عندك؟ في الحقيقة مبادرة مؤسسة ريتش أدوكيشن فند لها تاريخ. أنا من مواليد أمريكا بس أنا عشت في فلسطين مدة 11 سنة، درست في مدرسة سلواد الثانوية، وكان عندي أصدقاء كثير، يعني طلاب متميزين، طلاب أذكياء، إلا أن حالتهم المادية ما سمحت لهم إنهم يدرسوا بالجامعات، يعني يكملوا دراستهم. فالفكرة هي كانت من إشي أنا عشته وعصرته مع زملائي بالمدرسة. نعم. لحد قبل سنتين أجت قصة طالب من غزة، طالب نعيم أبو راضي، حصل على معدل 99.4، ومن هنا انطلقت فكرة يعني تنفيذ مؤسسة ريتش أدوكيشن فند. يعني خلينا نحكي هي مبادرة شخصية منك شخصيا حضرتك، ومن تجربة أنت عشتها بلشت معك هاي القصة، حتى لما طلعت على الولايات المتحدة ما نسيت يعني أصدقائك، ومن هون بلشت الفكرة إنه الناس اللي حابة تتعلم بس الوضع الاقتصادي تبعها صعب شوي. صحيح. كيف بلشت تعمل بهاي المؤسسة؟ شو الخطوات اللي قمت فيها من أجل إنجاح هاي المؤسسة؟ هي السنة الثانية على التوالي. صحيح. هي مبدئيا يعني بلشت أعمل في بحث كيفية إنشاء مؤسسة، كيف ممكن المنح تكون لها تترتب المنح، كيف تتم عملية اختيار الطلبة. أخذت بعض الوقت، وبعدين بلشت في تنفيذها، أخذت كمان ممكن حوالي 6-7 أشهر تتم تنفيذ هذه الإجراءات. وبعد هيك يعني في شهر 7 السنة الماضية لما نشروا نتائج التوجيهي، احنا بدأنا في عملنا بفرز الطلبات اللي وصلتنا واختيار الطلبة. نعم. مين شركائك في هذا الموضوع؟ انت حضرتك شخصيا بتقوم بتمويل هاي المنح، وكيف كمان فيها المساعدات اخرى؟ لا طبعا يعني في منه يعني مني، بس معظم اذا مش 99% من المبالغ اللي تم جمعها هي من الجالية الفلسطينية الموجودة في أمريكا. نعم. جميل جدا. إذن في هذا التعاون والمسؤولية جداً. نعم. المجتمعية تجاه فلسطين وأرض فلسطين. هاي المنح بتم تقديمها في الجامعات الفلسطينية لطلبة فلسطينيين موجودين هون، مش هيك؟ صحيح. هيك طبيعة الحال. نعم. المعايير اللي بتختاروا فيها الطلبة لهاي المنح الشخصية أنتم بتقدموها شخصيا منكم لهم، عشان هيك أنتم نزلين هون حاليا في فلسطين. صحيح. إحنا السنة الماضية كان المفتاح 90، يكون المعدل 90%. السنة هاي المفتاح اللي هو 95% رفعناه بسبب الارتفاع حسب علامات التوجيه والمعدلات. نعم. صحيح. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني بتم إن إحنا بعد ما نستلم هذا الطالب وندرس الحالة المادية والاجتماعية للطالب، يتم اختيار الطالب على وضع العائلة المادي. إذا هذا الأساس، إنه كل شخص متفوق دراسيا وحابب إنه يتعلم، بس دائما الحالة المادية هي اللي بتكون عائق أمام هذا الاختيار، فأنتم موجودين من أجل هذا تحقيق هذا الهدف. نعم. إحنا بنكون بأنفسنا، يعني إحنا وفريق العمل بنروح بنزور الطلاب ونتأكد من المعلومات اللي وصلت. Remember the name, Reach Education Fund.
إذا مشاهدينا مجددا من استديوهات حديث الصباح في رام الله، نكمل معكم هاي الوقفة. كنا بنحكي إذا قبل الفاصل عن مغترب فلسطيني ورحلة من المبادرات اللي قام فيها من أجل إذا خلق فرص عمل ومنح للطلاب الفلسطينيين. نستكمل إذا مع الأستاذ وليد. أستاذ وليد، عودة مرة أخرى للمعايير اللي بتختاروا فيها الطلاب. حكينا معدل الجامعة في البند الأول، وثانية شن الحالة المادية، مش هيك؟ المعدل في التوجيه. نعم عفوا، معدل الثانوية العامة، وبعد هيك الحالة المادية أو الاقتصادية لهي العائلة. صحيح. نعم. كيف ممكن الطلاب اللي بيشوفونا هلا اللي بيحبوا واللي عندهم هاي المعايير متوافرة عندهم، كيف ممكن يتواصلوا معكم كمؤسسة ريتش؟ هو التواصل معنا التواصل إلكترونيا. نعم. مع إنه باب التسجيل أغلق منذ يعني تقريبا أسبوعين ثلاث. نعم. إلا أن التواصل بيتم معنا عن طريق صفحة الفيسبوك، ولا عن طريق الموقع اللي هو reacheducationfund.com. نعم. إذا تم اختيار الطلاب اللي راح يكونوا موزعين على مختلف الجامعات الفلسطينية. بالنسبة للسنة هاي احنا من يعني عملية الإفراز على وشك الانتهاء. نعم. وإن شاء الله من هلا ليومين ثلاث بنبلش زياراتنا الميدانية. جميل جدا، إذا أكيد نتمنى لهم التوفيق ولكم التوفيق أيضا كمان. خلينا نحكي شوي عن في كمان مبادرات أنتم بتقوموا فيها، منها الماراثون. خلينا نحكي عن فكرة الماراثون اللي بتقوموا فيه والهدف منه في مؤسستكم. بالنسبة للماراثون اللي هو Run for Palestine, Reach for Education، بما معناه أن لنركض نحو فلسطين أو نركض مع فلسطين من اجل مساعده التعليم في فلسطين. هذه هي يعني اسم الماراثون. الفكره انه يتحرك الماراثون في نفس الوقت في نفس الثانيه في عده مدن في العالم، ينقل صوره معاناه الطلبه الفلسطينيين اللي بمروا فيها بوجود الاحتلال والمحاسيم والجدار الفاصل وامور ثانيه، ومع هيك في عزيمة قوية، في إرادة قوية للتفوق والنجاح. نعم، تمت هاي المبادرة، وين الدول اللي شاركت في هذا الموضوع؟ كان في لنا اللي شاركوا معنا هم كانوا 20 مدينة، كان في مدينة فوز دي غواسو في البرازيل، وكان عندنا 17 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا تواجد في مدينة غزة ومدينة رام الله. انطلقوا بنفس الوقت وبنفس يعني بنفس المدة الزمنية من أجل إذا تنشر رسالة واحدة، وشو كان هدفكم الأساسي من هذه الفعالية؟ طبعا مثل ما بتعرفي إنه الرياضة يعني هي لغة العالم. نعم. وكذلك التعليم يعني لغتين بتفهمها العالم، فإحنا دمجنا هذول اللغتين هذول الرسالتين. استخدمت هذول الوسيلتين. بالضبط، هذول الوسيلتين إن نود إن نبعث رسالة للعالم. عارفة كيف؟ إنه في هنا يعني شباب وصبايا عندهم آمال وعندهم أحلام وبدهم يحققوها عن طريق التعليم. نعم. خلينا نحكي شوي عن الخطط المستقبلية. أكيد هي كلها مبادرات بتصب في إنه تخلقوا أكبر عدد ممكن وأكبر عدد ممكن من الفرص لطلبة فلسطين المحتاجين فعلا إنهم يتعلموا. في عندهم دائما المشكلة الاقتصادية هي اللي بتواجههم. مبادرات عديدة حكينا، خلينا نحكي شوي عن الخطط المستقبلية، وهل راح تستمر هذه المبادرات؟ يعني السنة الجاي نوعد مثلا ايضا الطلاب والطالبات انه موجوده هاي المبادرات، وشو بتفكروا لقدام؟ بلا شك يعني احنا راح يكون تركيزنا على اللي هو رساله مؤسسه ريتش ادكيشن فند اللي هو تقديم منح دراسيه. ان شاء الله هذا الشيء راح يتم وراح يكون مستمر. كذلك مبادره الماراثون، يعني الحمد لله هاي السنه احنا كان لنا تواجد في 20 مدينه، السنه الجايه ان شاء الله بيكون لنا تواجد يعني ممكن في 40 او 50 مدينه حتى. نعم. خلينا نحكي كمان عن المؤسسة نفسها، مؤسسة ريتش، احكي لنا شوي عنها، شو هدفكم فيها، مين انتو، مجموعتكم، انتو برضو عمركم سنتين مع انطلاق هاي المبادرات، مش هيك؟ صحيح. ووين نعم. حابب توصل، وين حلمكم فيها؟ هدفنا، رسالتنا، حلمنا ان نصل كل طالب فلسطيني متفوق مثابر عنده أمل انه يحقق أحلامه بالطريق علميا، انه نصله ونسانده ونساعده. نتأمل كمان أن نصل دول الشتات بالذات الطلاب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي الأردن. بالنسبة لسوريا صعب هالكيت، بس هذا هدفنا إن شاء الله وهذه رسالتنا. طبيعة المنح أستاذ وليد اللي بتقدموها، هل هي منح جامعية على مدة 4 سنين؟ وشو طبيعتها هاي المنح؟ شو بتغطي؟ نعم، إحنا معظم المنح اللي بنقدمها ممكن 90% أو أكثر هي منح كاملة.
لمدة 4 سنين. الإشي الوحيد اللي بنطلبه من الطلاب إنه يكونوا مجتهدين بدراستهم. في بعض المنح بتكون دفع الأقساط ومصروف شخصي، وفي بعض المنح اللي هي بتغطي تقريبا 70% من أقساط الجامعة لبعض الطلاب، لكن الأكثرية هي منح كاملة. يعني وفقا للامكانيات الموجوده عندكم هيك عم بتغطوا، ممكن صحيح. لقدام اذا زادت الامكانيات يزيد تغطيه الاعداد وطبيعه تغطيه المنح، مش هيك؟ بلا شك، نعم. في عندنا فكره يعني انه السنه الجاي ان نخصص منحه لاولاد المعلمين والمعلمات. نعم. بمعايير مختلفه. افكار جديده ومبادرات عديده يمكن تتبادر لذهنكم، عم تتطوروا فيها شوي شوي. نعم نعم صحيح. جميل جدا. كمان حاب اعرف انت عنك شخصيا استاذ وليد، انت يعني كنت مولود في الولايات المتحده ورجعت عشت هون فتره الشباب ورجعت لغايه لساتك مربوطه في فلسطين وارض فلسطين، وين حابب توصل في هاي المبادرات؟ وين حابب، شو حابب حلمك؟ هلا الامكانيات الموجوده على ارض الواقع معروفه، بس انت وين حابب توصل غير الموضوع الطلاب والتقديم منح لهم؟ شخصيا يعني بحكم دراستي وعشت واني عشت انا في فلسطين، فانا طبعا انا مرتبط في بحب بلدي. نعم. بحب يعني بحب ان يكون لي وجود ونشاط هنا، مع اني انا بعيش في امريكا، بس بالعكس يعني مرتبط بالقلب وبالذهن فيها. هدفي انه اوصل رساله للعالم عن طريق استخدام مثل ما حكيت لك الرياضه والعلم، انه في يعني في حق مهضوم هنا في فلسطين بالذات طلبه التعليم. نعم. فهذا هو هدفنا ان شاء الله. شو رساله الجاليه الفلسطينيه في الولايات المتحده؟ دائما انت يعني صورتهم اليوم ووسيطهم اليوم هون عندنا بفلسطين، اكيد كلكم فلسطينيين بنعتز فيكم دائما، بس شو بتحملوا دائما انتم رساله في بلاد الغربه عن فلسطين؟ صدقا انا يعني ما كنت متفاجئ بتاتا لما انا تواصلت مع اصحابي واصدقائي، وهم عن طريقهم مع اصحابهم واصدقائهم في سبيل دعم مؤسسه ريتش ادكيشن فند، فالجميع كان التفاعل قوي جدا جدا، بالذات انه كثير من الفلسطينيين المتواجدين في امريكا مروا في نفس المرحله، اما انفسهم او اخوانهم او اصدقائهم او زملائهم مروا في نفس المعاناه اللي هي انه التفوق موجود، الاجتهاد موجود، التميز موجود، الا انه الحاله الماديه منعتهم من تواصل من انهم يتعلموا. يعني دائما لما يكون اي مبادره منبثقه من تجربه شخصيه يمكن هو سبب في نجاح هاي المبادرات، وهون انتم ريتش يمكن عشان انتم مجربين هذا الشيء من تجربه شخصيه او من اصدقاء مثل ما حصل معك. صحيح. يعني انت تجربه. نعم. اصدقاء لك كيف انهم هم كانوا متفوقين بس ما بيقدروا يدرسوا، من هون بتطلع الفكره وبتنجح، مش هيك؟ نعم، في الحقيقه يعني كل اصدقائي اللي انا اثروا علي في انشاء هذه المؤسسه هم كانوا اذكى مني بكثير صدقا، فانا كنت اشعر نوعا ما. يعني هذا تفكير راقي منك. الله يبارك فيك. نعم. بس صدقا يعني انا كنت اشعر بالخجل اني انا بدرس وهم ما بدرسوا، هذه الحقيقه يعني. نعم، ومن هون بلشت. نعم. مؤسسه ريتش. اخر سؤال حاب اسالك يا استاذ وليد، بس بكالوريوس يعني الدرجه الاولى بتعطوه في المنح، وهل ممكن لقدام اذا مش بكالوريوس بس شو التوجهات لقدام؟ نعم، في عندنا يعني فكره المؤسسه ان تقدم منح للماجستير والدكتوراه في المستقبل القريب، ممكن ناخذ طالبه واحده هذه السنه، يعني. نعم. من المقرر ان نزورها ان شاء الله خلال يومين الثلاث القادمين، وهي بدها تدرس تكمل ماجستير، هي كانت الاولى على دفعتها بالجامعه، احنا بهمنا ان نتواصل مع الطلاب المتميزين، هذا هو هدفنا، فهي ما شاء الله عليها يعني متميزه، الاولى بالجامعه كانت وبدها تكمل دراستها في الماجستير، فمننا نروح نزورها ان شاء الله ونشوف شو ممكن نقدم لها. في الختام بدي هيك توجه رساله لكل طلاب فلسطين المتفوقين واللي عندهم مشاكل ماديه واقتصاديه. للاسف الشديد يعني للاسف الشديد انه مؤسسه ريتش مؤسسه ناشئه، امكانياتها مش كثيره، عارفه كيف؟ فيعني احنا وصلنا 1600 طلب، لكن عدد المنح اللي احنا رايحين نقدمها ممكن 50 60. الرساله بحب اوضحها ان اذا ما احنا قدرنا نساعدكم انه ما تقطعوا الامل، لانه هو التعليم هو السبيل الوحيد انه الواحد يطور نفسه ويطور مجتمعه ويطور حياته.
نعم. إذن هذا الشغف الموجود عندك أستاذ وليد، أنت وكل المجتمعين في مؤسسة تاريج من أجل فعلا خلق فرص عمل للطلاب الفلسطينيين. إحنا بنشكرك أكيد وبنقدر هاي الجهود، وأكيد أنتم بتختاروا الطلاب بشكل متنوع ومختلف ومن مختلف المحافظات الفلسطينية، مش هيك؟ صحيح صحيح. أنا بدي أشكرك كثير أستاذ وليد على وجودك معنا اليوم، أتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح في اختيار الطلبة، وأيضا تزيد الإمكانيات ويزيد عدد الطلبة. أشكرك جزيل الشكر. شكرا كثير. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا هيك تعرفنا أكثر على هاي المبادرات ورحلة المبادرات اللي بتقوم فيها المغتربين الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، خصوصا اليوم كنا مع الأستاذة وليد ومؤسسة ريتش، أيضا لسه بالهم دائما بضلوا موجودة بفلسطين وتحقيق كل الأهداف وكل ما أمكنهم من أجل فلسطين.